هي تنظيم موازي لحزب تجمع الوطن الاحرار، وانتم شفتوا اقل من سنتين تمكنا من التعبئه ديال واحد اكثر الان 1500 مهندس ومهندسه جميع التخصصات اللي فيهم مهندسين في داخل الوطن وخارج الوطن. شفتوا الحماس اللي باش عبروا به اليوم على هذه المناظره الاولى من نوعها على المهندس والمشاركه السياسيه، وشفتوا بان هاد الناس هاد المهندسين اليوم اللي 95% ما عمرها دارت السياسه هما مستعدين باش يدخلوا ويديروا السياسه ويستمروا. والرهان ديالنا هو ان العام الجاي في المناظره الثانيه باش يكون عندنا اكثر عدد من المخرطين واللي غيكونوا فاعلين مهندسين فاعلين. انا جد جد زعما عندي واحد يقين بان هاد الناس هادو اول مره جاوا وغادي يبقاو وغادي يكملوا وغيزيدوا وغينخرطوا ان شاء الله. شكرا.